الجيش الأوكراني فجر مفاجأة بوجه القوات الروسية وبدأ بإعادة السيطرة على المناطق التي فقدها إلى روسيا منذ اليوم الأول من عملية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وهذه المناطق التي بدأت القوات الأوكرانية في تحقيق المفاجأة فيها هي العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك هذه المنطقة ألا وهي سومي، وأيضا في خاركيف، وكذلك في هذه المنطقة الجنوبية المتمثلة طبعا في خيرسون وفي ميكولايف. النقطة الوحيدة التي تتقدم فيها القوات الروسية هي تكمن فيما يجري في إقليم دونباس هنا، وتحديدا في مدينة ماريوبول. هذه هي المنطقة الوحيدة التي تتقدم فيها القوات الروسية. بالنسبة إلى القوات الأوكرانية الآن، وواحدة من أهم الجبهات التي بدأت تتقدم فيها وحققت نتائج كبيرة هي في سومي تحديدا، وكذلك في الرتل الذي كان قادما منذ الأيام الأولى والأسابيع الأولى من هذه المعركة من سومي إلى العاصمة الأوكرانية كييف وإلى شرقها تحديدا. كان هنالك تحقيق تقدم بهذا الاتجاه، وكذلك في منتصف الطريق في التوجه وفي تحرك هذا الرتل إلى العاصمة الأوكرانية كييف. الآن إذا ما ذهبنا إلى سومي مباشرة فقط لنعرف ما الذي جرى بالنسبة للقوات الروسية منذ اليوم الأول لهذه المعركة. بدأوا بالتقدم إلى مدينة سومي بهذا الاتجاه، وبدأوا بمحاصرتها من ثلاثة اتجاهات. كذلك تقدموا إلى مدينة كوناتوب، حاصروها لم يدخلوا إلى هذه المدينة، وتقدموا إلى رومني وحاصروها ولم يدخلوا إلى هذه المدينة، وبدأوا بهذا الرتل الكبير الذي تقدم مباشرة إلى شرق العاصمة الأوكرانية كييف. كذلك هم سيطروا على كل هذه النقاط والمدن التي ترونها حتى وصلوا إلى مدينة أختياركا، وكان هنالك كرا وفرا بينها وبين القوات الأوكرانية، ولكن القوات الأوكرانية في نهاية المطاف فرضت سيطرتها على هذه المنطقة. الذي جرى بالنسبة للقوات الأوكرانية فجأة في 48 ساعة الماضية هي تقدمت ودفعت القوات الروسية وسيطرت على هذه المنطقة ألا وهي تروستيانيتس، سيطروا عليها بالكامل، وبعدها إلى هذه النقطة ألا وهي بوروميليا، سيطروا عليها أيضا، وبعد ذلك جاء هجوما مزدوجا من القوات الأوكرانية الموجودة إلى شرق سومي، وكذلك القوات الأوكرانية الموجودة في بوروميليا، وبدأوا بالتقدم إلى هذه المنطقة، ودفعوا طبعا القوات الروسية إلى مدينة كراسنوبيليا بهذا الاتجاه، ودفعوا القوات الروسية وسيطروا على هذه المنطقة أيضا. والقوات الروسية أصبحت من هذه النقطة تحديدا داخل الحدود الروسية، أي أنهم فعلا تمكنوا من إخراج القوات الروسية تماما من هذا المحور بالنسبة للقوات الأوكرانية. وهذا يفتح بابا مهما بالنسبة إلى القوات الأوكرانية. لماذا؟ لأن هنالك طريقا فتح بهذا الاتجاه وبهذا الشكل للقوات الأوكرانية للحصول على الدعم اللوجستي المطلوب إلى داخل مدينة سومي، وهذا يعطيهم قوة أكبر ودعما لوجستيا أكبر في عملية المحاولة هذه المرة لدفع القوات الروسية من المدينة تماما. بل إنه أيضا يفتح نقطة استراتيجية مهمة بالنسبة للقوات الأوكرانية، هي أيضا ضرب هذه النقطة ألا وهي المتمثلة بالقوات الروسية الموجودة في مدينة رومني، محاولة ضرب هذا الرتل من أجل حماية وتأمين حماية الجهة الشرقية للعاصمة الأوكرانية كييف. وهذا فعلا بدأ يتحقق إذا ما ذهبنا الآن إلى شرق العاصمة الأوكرانية كييف. هذه هي الحدود الإدارية الشرقية للعاصمة الأوكرانية كييف كما ترون بهذا الشكل. هذه هي مدينة بروفاري الشرقية التي لا زالت القوات الأوكرانية تسيطر عليها، وأيضا هذه المنطقة ألا وهي بورسبيل التي أيضا لا زالت القوات الأوكرانية تسيطر عليها. بالنسبة للقوات الروسية هي قادمة من مدينة تشيرنيهيف، تسيطر على منطقة قريبة من بروفاري وتضغط على بروفاري من أجل السيطرة عليها. وأيضا إن الأيام الأولى بالنسبة للقوات الروسية وهي قادمة من مدينة سومي التي تحدثنا عنها، هم تقدموا وسيطروا على هذه المنطقة ألا وهي طبعا منطقة مهمة جدا وهي نوفا باسان، وكذلك تقدموا بهذا الاتجاه وهم قادمين من كوناتوب وسيطروا على ستاراباسان، وبعد ذلك تقدموا طبعا إلى بروفاري بهذا الاتجاه طبعا، وبدأوا بالضغط عليها. وأيضا هم سيطروا على هذه النقاط التي ترونها أمامكم بالنسبة لهذه المدن، وبدأوا بعمليات قصف بالراجمات الصاروخية من مدينة بريموها تجاه بورسبيل من أجل التهيئة والتحضير للمهاجمة والهجوم على هذه النقطة، لأنهم إذا ما سيطروا على بورسبيل سيستطيعون
من عملية إغلاق المنطقة الجنوبية الشرقية للعاصمة الأوكرانية كييف والبدء بخنق هذه العاصمة طبعا مع إمكانية السيطرة على بروفاري كما كانوا يخططون. وبالتالي فعلا في الفترة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة وصلوا إلى القرى الموجودة بهذا الاتجاه وبدأوا شيئا فشيئا يقتربون من هذه المدينة. ولكن الذي جرى بالنسبة للقوات الأوكرانية طبعا كل هذا لم يحدث، هم قاموا بهجوم كبير بالنسبة للجيش الأوكراني وسيطروا على هذه المدينة، باغتوا هذه المدينة تماما والتواجد الروسي وهي مدينة لوك يانيفكا، سيطروا عليها تماما وبدأوا بالضغط على هذه المدينة ألا وهي رودينيتسكي وكذلك على بريموها، وبدأوا يتعبون القوات الروسية الموجودة بهذا الاتجاه وبدأوا يقطعون الطرق، يقطعون أوصال هذا الرتل الروسي القادم بهذا الاتجاه. وبالتالي واضح تحقق الكثير بالنسبة إليهم، هم حموا هذه المنطقة التي نتحدث عنها ألا وهي بورسبيل، وكذلك واضح بأنه سيكون هنالك إرباكا في القوات الروسية والتقدم الروسي مما يعطي إمكانية أكبر للبقاء في بروفاري، وبالتالي المتنفس لا زال موجودا وشراء للوقت بشكل أكبر. واضح أن هنالك مشكلة في الدعم اللوجستي للقوات الروسية، الأمر لا يتوقف هنا بل أن هنالك أيضا إعلانا كبيرا اليوم من القوات الأوكرانية متعلقا في غرب أوكرانيا، هذه هي طبعا الحدود الإدارية الغربية لأوكرانيا من هنا الجنوب طبعا بهذا الشكل التقريبي كما ترون، وبالتالي هذه هي العاصمة الأوكرانية كييف. اليوم كان هنالك إعلانا مهما بأنه تم تحرير مدينة إيربن بهذا الاتجاه من القوات الروسية بالتمام والكمال، وبالتالي القوات الروسية أصبحت إلى الخلف، أصبحت في أنتونوف وبدأت تقاتل في هذه المناطق. بالتالي المهم هنا الذي يجب أن نعرفه بأن القوات الأوكرانية الآن لا زالت تسيطر على بروفاري وعلى بورسبيل وعلى إيربن، وتقدموا أيضا وقطعوا الطريق الغربي، بداية الطريق الغربي اليوم تمكنوا من تحقيق تقدم بهذا الاتجاه. وبالتالي نلاحظ من خلال هذه الخريطة أن القوات الأوكرانية لا زالت تؤمن وتمكنت من تأمين العاصمة الأوكرانية على الأقل لأسبوع أو أسبوعين قادمة. ولكن النقطة الأساسية بأننا يجب أن ننتبه أن القوات الروسية لن تسكت أبدا. وصباح هذا اليوم كان هنالك لقطات قادمة بهذا الشكل لمروحيات الروسية بدأت تتجمع بهذا الاتجاه على هذا الطريق كما نلاحظ، هذا هو طريق عام وتهبط فيه هذه المروحيات من نوع KA-52 الروسية القتالية، وطريق واضح من الجوانب يبدو فارغا، يبدو أن هنالك منخفضا بهذا الشكل بالنسبة لهذا الطريق. وهذه النقطة التي تتجمع فيها طبعا المروحيات الروسية بهذا الشكل الذي ترونه هو لا يأتي في الأراضي الأوكرانية ولا يأتي حتى في الأراضي الروسية، بل هو يأتي إلى شمال العاصمة الأوكرانية كييف وتحديدا في داخل الأراضي البيلاروسية، وتأتي تقريبا بهذه النقطة التي ترونها، هذا هو الطريق الذي تواجدت فيه المروحيات الروسية بهذا الشكل التي تحدثنا عنها. والمثير أن هذه النقطة تحديدا هي نفس النقطة التي تجمعت فيها المروحيات الروسية القتالية في 23 فبراير بهذا الشكل، أي قبل يوم واحد من عملية بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وفعلا في 24 فبراير كان هنالك تقدما وبدأت هذه المروحيات بالدخول في قتال كبير للغاية. ولكن أيضا دعونا نعود إلى القوات الأوكرانية وطبيعة التقدم الذي حققته، هي حققت تقدما مهما جدا كما تحدثنا هنا في مدينة خاركيف التي تتعرض إلى الكثير من الضغط. القوات الروسية رغم أنها تقدمت إلى هذه المنطقة المهمة والمدينة المهمة وحاصرتها من 3 اتجاهات وقامت بالعديد من العمليات، هي تسيطر على كل هذه النقاط التي ترونها، كانت تسيطر على تشوهيوف بهذا الاتجاه طبعا وتقدموا إلى العديد من المناطق بهذا الشكل. ولكن القوات الأوكرانية هنا ما الذي قامت به خلال 48 ساعة الماضية؟ طبعا قبل أيام قليلة سيطرت على تشوهيوف بهذا الاتجاه، بقيت القوات الروسية تحاصر هذه المنطقة بهذا الشكل من أجل منع أي تحرك لهذه القوات الأوكرانية. ولكن كانت هنالك مفاجأة بانتظار القوات الروسية، الذي جرى بأن القوات الأوكرانية تقدمت وسيطرت من اتجاهين على ملايا روهان بهذا الاتجاه، تمكنوا من السيطرة عليها، وبعدها فيلخيفكا بهذا الاتجاه وسيطروا عليها أيضا ودفعوا القوات الروسية بهذا الاتجاه. والقوات الأوكرانية حققت شيئا كبيرا، إنها بدأت تفتح متنفسا
إلى خاركيف من الجهة الشرقية، مما يعطي معنويات أكبر ودعما لوجستيا أكبر للقوات الأوكرانية مقارنة بالقوات الروسية التي بدأت تعاني مع الوقت من الناحية اللوجستية ومن الناحية المعنوية كما هو واضح. ولكن لا زالت القوات الروسية تضرب خاركيف بقوة كبيرة جدا، وكانت هنالك لقطة اليوم قادمة ومقطع قادم كما تلاحظون لضربة صاروخية، كما نلاحظ هنا بهذا الاتجاه هذا المبنى الذي تلاحظونه أمامكم هو مبنى، وطبعا هنالك كما نلاحظ وكأنها منارة بهذا الاتجاه، وأن هذا الصاروخ سقط مقابل هذا المبنى. لكي نعرف أين هذه النقطة التي سقطت، طبعا بكل تأكيد في خاركيف، هل هي إلى الشرق إلى الغرب؟ وهنا كما نلاحظ بأننا أمام شارع، وهذه مدرسة، وهذه ساحة المدرسة، ويأتي بجانب هذه الساحة هذه المنازل التي ترونها. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي لكي نعرف أين بالضبط سقط هذا الصاروخ، ولماذا لا زالت خاركيف في خطر رغم كل هذا التقدم الذي نتحدث عنه. هذه هي خاركيف، عندما نهبط سنجد أنفسنا بأننا نهبط إلى وسط المدينة. هذا الصاروخ سقط صباح هذا اليوم، وبالتالي إذا ما جئنا إلى هذه النقطة سنلاحظ بأننا هذا هو المبنى الذي طبعا تأتي فيه المنارة التي تحدثنا عنها، وهذا هو الطريق، وهذه هي المدرسة، وهذه هي الساحة، وهذا هو المبنى الذي يأتي بجانب هذه الساحة. بالتالي الضربات الصاروخية على خاركيف من قبل روسيا هي تأتي في عمق خاركيف، وخاركيف تضررت كثيرا من هذه الضربات التي تتعرض لها، ولكن في نفس الوقت هي في مرحلة صمود غير قليلة ولا يمكن الاستهانة بها أبدا. كذلك إذا ما توجهنا الآن بسرعة إلى المنطقة الجنوبية وما يجري فيها من عملية تقدم للقوات الأوكرانية مفاجئة للغاية. القوات الروسية كما نعلم سيطرت طبعا على خيرسون، دعونا نعود إلى هذه الصورة، سيطروا على خيرسون، تقدموا إلى ميكولايف، حاصروها، تقريبا تقدموا إلى كل هذه النقاط سينيوريفكا وكذلك إلى دوتشاني، ووصلوا إلى كل هذه النقاط وبدأوا فعلا يتخذوا العديد من القرارات للقيام بهجوم على كريفيري، وبعدها للسيطرة على كوستانتينيفكا التي يتواجد فيها مفاعل نووي مهم بالنسبة لأوكرانيا. الذي جرى والمفاجأة الكبيرة، ورغم إدخال العديد من التعديلات للقوات الروسية من منظومات دفاعية لإسناد وتغطية القوات الروسية في عملية الهجمات، جاءت القوات الأوكرانية لتسيطر على مدينة نوفوفورونسكا بهذا الاتجاه، سيطروا عليها تماما ودفعوا القوات الروسية إلى دوتشاني الموجودة طبعا على نهر الدنيبر بهذا الاتجاه، بل إنهم تمكنوا من التقدم إلى سينيوريفكا والسيطرة عليها، وأيضا المفاجأة الكبيرة بأنهم تمكنوا من دفع القوات الأوكرانية من كل دفع القوات الروسية من كل هذه المناطق، والقوات الأوكرانية سيطرت على ميكولايف ومحيط مدينة ميكولايف، وتقدمت بهذا الشكل إلى منتصف الطريق، وبدأت تضغط على المنطقة، منطقة خيرسون التي تتواجد طبعا فيها القوات الروسية، وكذلك استطاعت من تحرير أو إعادة السيطرة على هذه المنطقة بهذا الاتجاه، وبالتالي أصبحوا أمام طريق لمهاجمة كاخوفكا، هذه المنطقة المهمة التي تتواجد فيها طبعا مضخة مهمة جدا، مضخة كهرومائية تسيطر عليها القوات الروسية بكل تأكيد. فممكن القادم هو الضغط طبعا على خيرسون وعلى كاخوفكا من أجل إعادة السيطرة على الجهة الغربية لنهر الدنيبر، ولكن يجب أن ننتبه بأن نهر الدنيبر هو نقطة دفاعية كبيرة بالنسبة للقوات الروسية، والقوات الروسية تعرف أن تدافع وتعرف الدفاع من هذه المناطق، وممكن جدا أن نرى ردة فعل كبيرة بهذا الاتجاه. ولكن بشكل عام القوات الأوكرانية تحقق الكثير من التقدم بكل تأكيد، ولكن في نفس الوقت الرئيس الأوكراني زيلينسكي كان قد أعلن عن قضية مهمة جدا، ألا وهي رغبته بتقديم التنازلات. النيويورك بوست وكذلك رويترز أعلنت بأن زيلينسكي الآن مستعد لتقديم التنازلات فيما يتعلق بإقليم دونباس. ليس هذا فحسب طبعا بالنسبة إلى زيلينسكي، بالنسبة له طبعا هو تحدث عن عملية بأنهم يدرسون بعمق قضية عدم الانضمام بعد الآن إلى الناتو، وهذا معنى ومعنى ذلك بأنهم يريدون وضع نص واضح بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو في المستقبل. بالإضافة إلى أن إقليم دونباس الذي تحدثت عنه رويترز والنيويورك بوست
لم يتبقى له الكثير. بالنسبة إلى ماريوبول هو فقدها تقريبا الآن بيد القوات الروسية، أصبحت على بعد أمتار بسيطة وتسيطر على هذه المدينة. كذلك لم يتبقى بهذا الشكل طبعا لوغانسك وهنا دانييتسك، هنالك نقطة واحدة فقط بقيت القوات الأوكرانية هي تسيطر عليها، ألا وهي سيفرودانييتسك بهذا الاتجاه. وبالتالي إذا ما سيطرت القوات الروسية على هذه المنطقة لن يتبقى شيئا بالنسبة للقوات الأوكرانية بكل تأكيد. لذلك الواضح بأن الآن الأوكرانيين والرئيس زيلنسكي هو يريد أن يستفيد من التقدم طبعا في كييف التي تأتي بهذا الاتجاه طبعا بكل تأكيد، لنصحح هذا الأمر الآن هنا طبعا كييف، وكذلك التقدم في سومي، وكذلك في خاركيف، وكذلك في خيرسون، وأيضا في ماريوبول. ليس هنالك كثير طبعا، ولكن هو يريد أن يستفيد من هذا التقدم بهذا الاتجاه من أجل تحقيق شيء في هذه المفاوضات والحفاظ على النظام بكل تأكيد. وفي ظل أيضا تراجع واضح جدا للقوات الروسية، يبدو أنها تعاني الآن في هذه المعارك التي نتحدث عنها، وبالتالي هي تفتح فرصة إلى فلاديمير بوتين لوضع شيء مهم، ألا وهو بأن المفاوضات ممكن أن تنتج عن السيطرة على أقليم دونباس الذي اعترف بجمهوريته، ألا وهي لوغانسك ودانييتسك، وكذلك ممكن أن يوقف عملية التحشيد الكبيرة التي تأتي من قبل ناتو في ظل التعهد الأوكراني الذي قد يكون هو كافيا بالنسبة إليه، خاصة وأن فنلندا والسويد بدأت ترغبان بالانضمام إلى حلف الناتو. اليوم ألمانيا أعلنت بشكل رسمي بأنها تريد شراء القبة الحديدية الإسرائيلية، وذلك من أجل حماية ألمانيا من أي هجمات محتملة في المستقبل من قبل فلاديمير بوتين. بالتالي هنالك تغيرات كبيرة جدا على المستوى الدبلوماسي والسياسي، نظل ننتظر ما الذي سيحدث بكل تأكيد من هذه التفاصيل، وكيف من الممكن للمفاوضات أن تنجح إن كانت ستنجح، وما الذي يعني هذا التقدم الأوكراني بكل تأكيد.